في إطار التصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة، تم تكثيف حملات مراقبة واسعة في مختلف مناطق البلاد. ففي القصرين، وخلال حملة مراقبة ليلية نظمتها الإدارة الجهوية بالقصرين بالاشتراك مع وحدات من الحرس الوطني، تم حجز كميات من الخضر على متن شاحنتين خفيفتين، والبضاعة لم تكن مرفوقة بفاتورات الشراء وسيتم ضخها بالسوق بالقصرين. الحملات هذه توا قاعدين نعملوا فيها على الطريق مع زملائنا بالحرس الوطني. الغايه منها هو التصدي معناها لكل عمليه الاحتكار والمضاربه، والتثبت في مصادر المنتوجات اللي قاعده معناها تنقل في وسائل النقل. أما في المنسير، فقد سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بوحدة توزيع للمواد الأساسية بالجملة مخالفة اقتصادية تتعلق بالإخلال بترتيب الدعم، كما تم تفقد نقاط البيع بالجملة ومخزونها للوقوف على إخلالات التزود والتزويد. عملية المراقبة الاقتصادية شملت أيضا وحدات أخرى مختصة في توزيع مواد السكر والأرز والدقيق. حملة متواصلة منذ بداية الشهر على مسالك توزيع المواد المدعمة والأساسية. كما تلاحظوا يوجد في ولاية المنستير حوالي معناها 81 تاجر جملة للمواد الغذائية الأساسية. اللي لاحظناه اليوم في زياراتنا هذوما اللي قمنا بهم أنه فما إخلالات تتعلق بالإخلال بترتيب الدعم. كما شملت عمليات المداهمة للمحلات وحملات المراقبة الاقتصادية ولاية صفاقس، حيث تم حجز كميات هامة من المواد الأساسية. في المقابل، تم أمس بالتنسيق مع المطاحن الشروع في توفير كميات استثنائية من مادة السميد والفرينة لفائدة ثلاثة فضاءات تجارية كبرى.